بإذن الله. سما جيلك يمكن كنت معانا من سنة وقلت أنا بحلم وبحلم وبحلم، صح؟ حققت اللي بتحلمي بيه لغاية دلوقتي ولا لسه؟ لا لسه شوية، لسه بحلم في الجامعة. كويس، قولي لي بقى أنت عملت إيه السنة دي وشاركت في إيه يا سما وخدت إيه؟ يعني كلمينا بقى عن مشوارك السنة دي. السنة دي البطولة اللي فاتت دي في بطولتي جبت ميدالية واحدة الفضة، كانت دي أول بطولة، أول اللي هي بطولتي الأساسية. آه بعد كده سبورتنج كانت في نادي إيه؟ كانت في نادي الجزيرة. الجزيرة. الجزيرة آه. خدت فيها كام؟ خدت فيها فضة بس. فضة. طب وبعد كده لعبت إيه؟ كان كان على ارتفاعات إيه؟ قولي تفاصيل بقى أكتر يا سما. خدت فضة على الثابت اللي هو الثابت أعلى حاجة. اللي هو 7 متر؟ آه 7 متر. تمام. وبعد كده لعبنا ايه بقى بعد البطوله دي؟ بعد كده لعبنا العمومي بقى اللي هي الاكبر. انت بتلعبي عمومي؟ ما هو لما بحقق في بطولتي بخش عمومي. ما شاء الله. طب احنا ما بنعرفش المعلومه دي والساده المشاهدين برضو، يعني انت لما بتحقق في سنها لاعبين الناشئين اللي بيحقق في البطوله بتاعته او في المرحله بتاعته ليه الحق ان هو يدخل عمومي. ممتاز. فسامه كان ليها الحق ان هي تشارك في العمومي، والحمد لله ربنا وفقها في العمومي. عملت ايه بقى في العمومي؟ عملت في الفردي جبت برونز، وبعد كده نزلت سينكرو وجبت فضه برضه. ما شاء الله، يعني انت في مرحلتك جايبه فضه والعمومي كمان واخده ميداليات، فده يدل ان شاء الله المستقبل ليك يعني. شاء ما شاء الله. طيب يعني دول الثلاث بطولات اللي دخلناهم بس، وهل دخلنا في حاجه ثانيه ولا لا؟ يعني هو كابتن قال دوري وكاس، صح كده؟ الكاس عملنا فيه ايه؟ يعني ايه؟ يعني لعبنا الكاس فين؟ عملنا فيه ايه؟ لعبنا ماتشات في الكاس ولا لا؟ ما اعرفش. ايوه هي كانت في كاس مصر، كانت جايبه ذهب، كانت جايبه ذهب وبرونز في كاس مصر. في كاس مصر تحت. لا اتلعب فين كاس مصر؟ كان عندنا في كان كاس مصر البراعم كان عندنا في الاهلي، والناشئين كان في هليوبلس. بس كويس ما شاء الله، هي كانت بتلعب لعبه سما، اديتنا نقاط كتير في يعني ما شاء الله. هي كلاعيبه ما شاء الله، ما احنا في الاخر الكاس هم اللي بيجمعوا النقط بتاعتهم هم. كل لعيبه في مرحلتها بتدي نقط للنادي. ما هي سامع من كتر الماتشات يمكن نسيت شويه الماتشات اللي هي ونسيت الميداليات، بس ده كويس ان اللعيب بيكسب ويرمي ورا ضغط. يعني سامع ما شاء الله عليها مش فاكره الماتشات ولا الميداليات، كابتن فاكرها لك اكتر. طب خلينا نروح لهنا. هنا يعني برضو كلميني السنه دي عملت ايه؟ كنت معانا من سنه برضو هنا. وكنت بتحلمي برضو باحلام وبطولات، وكنت اصغر من كده. هل انت فعلا السنه دي عملت اللي تتمنيه ولا لسه؟ يعني جزء جزء. طب قولي لنا الجزء اللي انت عملتيه السنه دي. كان هو ان انا شكلي بقى احسن في النط، في تطور شويه، بس يعني مش كله طبعا، بس يعني جزء من ده اللي حصل يعني. طب خلينا نتكلم على بطوله زي ما اتكلمنا مع سما. دخلت ايه بطولات؟ كسبت ايه البطوله دي؟ جبت دي كانت فين؟ دي كانت في الجزيره. الجزيره. جبت ذهب من ثابت. ممتاز. 7 متر برضه. تمام. وجبت فضه من متر، وفضه من 3، وفضه في السينكرو مع ريتاج. ما شاء الله. طب انت الاصعب لك الثابت ولا المتحرك؟ هو انا بحب المتحرك فبحسه سهل. بس يعني بس يعني لا يعني على حسب كل واحد بيحب انهي بورد، فبالنسبه له بيبقى اسهل. بس انت جايبه ده في السبعه يعني ما شاء الله يعني الحمد لله يعني. طيب ساهمت بشكل كبير برضو، جمعت نقط مع فرقتك زي ما كابتن عمرو بيقول، وكان ساهم برضو ان احنا ناخد الدرع. طب انت لسه لك ايه عايزه تحققي؟ يعني انت دلوقتي لعبت عموما ولا ما لعبتيش؟ لعبت. لعبت البطوله دي واللي فاتت. عملت ايه؟ البطوله دي انا كان نزلت المتر الاول يعني نطيت حلو، بس ربنا ما وفقنيش يعني. بس عملت كويس، بس بعد كده بقى جالي برد وسخونيه وكده، فما قدرتش انزل برضه. يعني جالك اصابه يعتبر. تعبتي، الف سلام عليكي. الله يسلم حضرتك. هو طبعا اكيد التعب ده ملوش حل يعني. كابتن قال لي بلاش تنزلي. لا ما ينفعش تنزلي طبعا. طيب بس انت من حققت في مستوى في عمرك اللي فاتت عملت كويس الحمد لله في عمومي. لا بس برافو عليكي. طب هتعملي ايه او نفسك تعملي ايه لسه؟ نفسي في الاولمبيكس ان شاء الله يعني. ان شاء الله توصلي. ان شاء الله. ان شاء الله. طيب والمنتخب، هل ليكي منتخب في سنك ولا هو منتخب عمومي بس؟ لا في سني. في سنك. جمع لعبت حاجه؟ لسه ما لعبتش يعني، بس ما شاركتش لسه لحد دلوقتي، عشان كان يعني السنه دي كانت اول سنه ليا اللي هو سني يقدر يجيب. قبل كده ما كانش ليا. ان شاء الله تروح الاولمبيات، وان شاء الله نسقف لك ونشجعك جامد ان شاء الله. ريتاج ايه الاخبار؟ قولي لي عملت ايه السنه دي؟ طيب جبت في السينكرو من على 3 متر مع هنا فضه، وفي عمومي سينكرو من على 10 متر مع سما جبت فضه برضه. انت طلعت 10 متر في العمومي ما شاء الله. 10 متر. عملت ايه؟ جبت ايه؟ جبت فضه. فضه. انت جبت برونز صح؟ ولا جبت برونز فضي برضه من على 10، ومعاها في السينكرو جبت فضه. ما شاء الله، يعني انتوا يعني حتى على المنصه
اثنين ثلاثه تلاقيهم من الاهلي، اثنين او ثلاثه من الاهلي، مش بس الكاس لا ده المنصه كمان. الحمد لله في كل التتويج لازم اثنين او ثلاثه من الاهلي، الحمد لله. فعلا انا شايف حتى ايه مع كذا ذهب ده ده انا فضه. طب يعني الله اكبر. طب قولي يا ريتاج، يعني انت يعني لعبتي كام بطوله فاكره السنه دي؟ كتير ولا قليل؟ بطوله واحده ناشئين وعمومي بس. ناشئين وعمومي ولعبت دوري وكاس؟ لعبت دوري وكاس يا كابتن؟ اه بس هو لا. السنه دي لسه ما اتلعبش كاس مصر، لسه هم لعبوا بس بطوله الجمهوريه. لعبوا بطوله الجمهوريه لسه كاس لسه مصر كاس ان شاء الله. طيب قولي لي يا ريتاج، انت نفسك تعملي ايه؟ يعني انت ما شاء الله دلوقتي خلاص بقيتي بطل، يعني اللي يطلع في الثلاثه الاوائل ويمكن حتى لغايه الخمسه خلاص بقى بطل، بيبقى الفروقات قريبه. عايزه تحققي ايه؟ يعني نفسي اولمبيكس. كله نفسه في اولمبيكس، بس عايزين طبعا نشوف اربع خمس لاعبات يعني نقدر. شايفاها صعبه؟ لا شايفاها نقدر نحققها يعني. طب لعبك في النادي الاهلي هيساعدك؟ اكيد. طب ليه هيساعدك في ايه؟ هو الكباتن من احسن الكباتن الموجودين في مصر، وكلهم سبورتيف جدا ويساعدونا، وهم عملوا فرق كبير جدا معايا. ما شاء الله. طب انت بتمرني كام ساعه يا ريتاج في اليوم؟ بص كابتن عمرو ليه؟ ما كابتن عمرو كابتن عمرو يمرنكم كتير ولا ايه؟ ساعتين ثلاثه بتمرنوا قد ايه؟ ما كل يوم بيختلف، بيبقى عندنا حاجات معينه بننزل لو خلصناها بنمشي، فعلى حسب بقى احنا بنخلص في قد ايه. طب انت عشان تتقني الحركه يا ريتاج في الهواء لازم تعمليها على الارض الاول ولا ايه؟ يعني عارف الحاجات دي فنيه كابتن عمرو يكلمنا اكتر، بس خليني اسمعها منكم. اعتقد جزء كبير من لعبتنا هي الفتنس، فيعني الارض والبدني والحاجات دي بتساعدنا ان احنا في الميه نعمل حركات احسن. طب لو في حركه جديده بتتعلميها، تكنيك جديد بتعمليه وانت واقفه على الستاند وتعمليه في الهواء، ولا بتجربي الحركه الموف الاول على الارض؟ بنجرب على الارض او في الاول يعني عشان ناخد زي سنس كده مثلا، وبعد كده بقى بنطلع على الميه. بتبقى بس بتبقى يعني الموضوع. طب خليني اسالكم سؤال سريع كل حد، ليه الغطس؟ عشان خلي بالك في ناس بيتفرجوا علينا، ليه اخترتي الغطس؟ صراحة جت صدفة. كنت بتلعبي سباحة ولا بتلعبي حاجة تانية؟ كنت بلعب سباحة وجمباز، بعد كده رحت مع كان أخويا وأختي الكبار كانوا رايحين عايزين غطس، بس فهم أختي كانت كبيرة بس أخويا دخل، وبس هو الكابتن شافني وقال إن أنا يعني جسمي كويس وإن أنا أنفع جدا في الغطس. وبدأت وذهب بقى وفضة وبعد كده الحمد ما شاء الله لله. الله أكبر عليك.